السلام عليكم، مرحبا بكم معايا طبعا من فيديو من الفيديوهات اللي كيكونوا عزاز على القلب وعزاز على تقريبا غنقول لكم نص ديال المتابعين عندي في القناة من عشاق الكروشي. هذا الموديل هذا انتم ديجا شايفينه عندي وخدمته مرارا وتكرارا، ولكن الطريقة اللي ما خدمتش هي الطريقة ديال كيفاش كنخدم هذاك الكول اللي كيجي داير بالطريقة ديال القلب. كان تحت طلب العديد من الأخوات، هذاك الشيء علاش قلت علاش لا انا دابا غنركب هذا القفطان هذا نركبه معاكم. واخا جاني شويه انني صعيبه الكاميرا وانني نفيكسي البياسه فشويه صعيبه. كما كتشوفوا هذه الشبيكه ونبتها بهذا الحجر هذا الكريستال، هو هذا هو الزمرد. هنا راكم عارفين الزمرد النمره 3، تخدموش بالربع راه كبير. هادو راه في متناول الجميع، يعني كيكون درهم باش كيتباعوا، درهم ونص عفوا، هادو درهم ونص باش كيتباعوا. اول حاجه البنات انا لقيت هاي مسدوده. انا كنخدم هنا، شوفوا معايا نجيب الفنيته ديالي هنا. انا ماشي كندير اللوغلي على هذا على الكفه ديالها، لا بالعكس كنديرو على الوجه باش كتبان هنا الخدمه نقيه، حيت اصلا غادي تدرك بهادي بهاد الباندا هادي. اللي ما شفتوش معايا هو انني كنخدم الباندا حتى هي مع ما نتوما شوش طويله، يعني العبار ديال الكول كنكون عبرت هنا شحال خاصني وخاص يجيني الفرق ما بيناتهم بجوج. اذا اول حاجه كنخدم كنشوف عندي هذه هنا فين غتوصل ليا، نتمنى يكون التصوير واضح. ها هي هنا واصله لي هنا، كنجي كنطلع صافي نفيكسي معكم الكاميرا. كما كتشوفوا معايا هنا اول حاجه كنديرها غنشد كما كتشوفوا معايا البنات هانتوما مازال كيجيبن اكثر واكثر. هادي كندير فيها الفنيته ديالي. اول حاجه كنفيكسي هي هاد الفتحه اللي درت هنا، خصني اذا خصني نفيكسي هنا الفتحه ديالي باش ما ديرونجينيش، ونعرف ان هذاك هو العبار اللي انا غادي نخدم عليه هو هذا. هاهي دابا حنا ثبتنا وهذا الوسط ديالنا صافي. هنا كذلك البنات كنبقى غادا هاتي معايا، كنبقى غادا وكنثبت هاد الوسط بهاد الطريقه هادي. ها هو الوسط، كنشد غير هنا غير الوسط غير باش كنرصيها فقط لا غير صافي. كنجي هنا شوفوا معايا نتوما، كنجي في هادي هنا كتبدا ديك الدوره ديالي، حيد هاد الخيوطه كنجي هنا شوفوا نتوما، كنشد هنا هنا هاد البلاصه بحال كنهبط شويه. شوفوا هانتوما هنا دفعتو، هانتوما نعاود معكم هنا هاو دفعتو باش خرجت هادي شويه بحال كتجمعي غير شويه بهاد الطريقه. ها هي شوفوا معايا مزيان هنا، وفي نفس الوقت راه انا غطيت الثوب من التحت. ها هو شديتها هنا، كنجي هنا هانتوما ها هي شوفوا خصها تجي بحال هكا دايره، نشد عاوتاني بهاد الطريقه هنا، ناخد فنيته اخرى، كندير فنيته حدا فنيته هنا لان هنا هاد الكول هو اللي فيه هاد. هنا كنهبط بحال كنهبط شويه، ولكن في نفس الوقت راه شنو كنشوفو هاد البلاصه هادي كنطوي بحال هكا هنا وكنهبط. هاهي شو كنتمنى انها تكون باينه لكم انها جات دايره، كنهبط شويه نفس الوقت هانتوما كندير وحده من التحت وفنيته نكون غير وحده وفنيته من الفوق باش كنفيكسي مزيان. عاوتاني كنجي هنا بحال كنخرج. ها هي هانتوما ها هي شو كنظن ان الشكل دا كيبان ليكم. ها هي هنا بحال كنخرج صافي. هنا عندي كندور عادي
نتما نقربها هنا كندور عادي كنجي بهذه الطريقه. وكنخدم بهذه الطريقه انتو شو هي شي كتبان. نخدم معكم هاد الجهه الاخرى اذا عرفتي نخشي هاد الخيوط تخشيو هنا طبعا كاين كل واحد كيفاش كيخدم بطريقته. هي نشد بيدي مزيان حتى نركب الفنيت. هاي الاخرى هاد البلاصه كيما قلت لكم بحال هكا كنهبط شويه كنهبط هادي او كنطويها بحال هكا كنهبطها شويه بحال هكا. شو كيجي هاي ملي غادي نخيطها كندور عليها كلها كنخيطها فلصق كيما قلت لكم هنا مزيان ندير وحده اخرى بهاد البلاصه هنا عاوتاني بحال كنخرج وحده كندخل وحده كنخرج وحده كنجي كندخل وجهه كنخرج كم من هنا. ها هي هنا كنقعد عادي وكنجي كندور تاني الخيط هذا ديالي كله حتى لهنا. نتوما شوفوا كيفاش كيجي كيجيني شان غيتلاصق ما غير بالخيط حيت انا اصلا ديجا مصيبه ديجا عبرته يعني ما عنديش فيه مشكل. انا متبتو نثبت هادي هادو نقربو بحدايا من هنا بحال هكا كانوا بزاف الاخوات صراحه اللي سولوني عليه. نتوما ملي كنسالي هنا حد كنهبط لتحت ديالي راه عادي وكن كنبقى حتى هو كنشدو بفنيت من هاد الشيء وهاد الشيء حتى كنكمل. هنا درت هاد الملاقيه هادي ما تبانش لكم دابا ان شاء الله انا نصلحها ونوريها لكم نصلحها ونوريها لكم باش تبان لكم مزيان. ايوا ديكسي هادي من هنا ان شاء الله انا غنثبت نبلها كلها ونقادها ونوريها لكم. هنا باش تعرفوا شوفوا انا راه خليت البياسه محلوله حيت ما يمكنش نلصق تلصقوا هاد الباندا هاد الكول خاصه هاد الكول مازال الاخرى العاديه ماشي مشكل خاصه الكول ديال هاد الباندا ما يمكنش تلصقوا كانت مسدوده ضروري خصكم بحال هكا تحلوها على الطابله ولا الارض باش تخدموا على خاطركم وتبان لكم ما مقاداش تعاودوا تصايبوها حتى تقاد لكم. اما لا مونطيتو فغادي تجيكم صعيبه بزاف باش مونطيوها. انا غنبلها كلها نبل هادي بالخيط نفس الخيط ديالها يا اما الخيط ديال باش خدمتو حرير مبروم وني تخليوه على ربعة باش يجي غليظ الا ما لقيتوش اللون. اما لقيتو اللون فغتخدمو بالجرارات هادوك ديال جوج درهم ديال الخيط ديال الماكينه غير الصغار كتجيبو اللون كتخدمو عليه كتنبلوهم وحده مع وحده. كما كتشوفو هنا انا درت غير غرزة البيكو هاهي كما قلت لكم ديك المره راه هي كتجي صراحه زوينه فيها كتجي انيقه وخفيفه. غنبلها ونرجع معكم تشوفوا كيفاش الشكل النهائي ديالها. الموديل كيف كتشوفوا معايا هو هذا الطريقه ها هو كيفاش لصقته كله هانتوما شوفوه ها هو كيفاش كيجي كذلك من هنا كيجي كله منبت. الموديل داز كله هنايا حجر لصقته وغير من السوق هبطت بهاد الهبطه ديال الكورميت كلها راه كروشيه البنات الله يصحابكم راندا راه انا ما مونطيتش راندا كذلك درت هنا هانتوما بالسنينات صراحه كيجي انيق وزوين بالنسبه للاخوات اللي بغاو يتفنوا شويه في هاد الدرس هذا. بغيت نحط لكم هاد الموديل هذا واخا خفيف دغيا يعني ما كانش عندي الوقت انني نشد فيه التصوير بزاف نتمنى انكم تستافدوا منه صراحه.
اللون في اللون كموديل جوهره او كاختيار الالوان. الناس اللي كيبغيو الكروشي وكيقولوا لي جميله نسيتي الكروشي ما بقيتيش كتحطي لنا بزاف، ولكن راكم عارفين مع الخدمه. نتمنى هاد الكول هذا يعجبكم صراحه كما كتشوفوا معايا كل قلب. نتمنى يعجبكم وتبقاو معاه غير بشويه بشويه حتى غيتخدم. الناس اللي سولوني على الجلالب والموديلات اللي حطيت في الفيديو اللي قبل، راه الاثمنه كانوا في اخر الفيديو، وكذلك كان ارقام تليفونات، جوج ارقام تليفونات اللي تحطوا في اخر الفيديو هما اللي ممكن تتواصلوا معاهم وتتصلوا بهم وتاخذوا العديد من الاستفسارات منهم. بالنسبه للالوان ديال الطبعه والالوان ديال التوب كذلك راهم كيكونوا من اختياراتكم نتوما. ان شاء الله غادي يكون قريبا ان شاء الله واحد كوليكسيون جديده وغتكون حصريه كما عودتكم دائما على الحصري. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو، ما تنساوش ديروا لجام. الناس اللي باقي ما فعلوش الجرس عند جميله بريستيج، نتمنى انكم تفعلوا الجرس باش كتزيدوا تقويونا اكثر اننا نحط لكم موديلات. وما تنساوش دائما وابدا كانت معكم جميله على قناتي وقناتكم اللي هي جميله بريستيج.